نروح بقى الخبر لنادي الزمالك. كان معانا ناقد رياضي امبارح دكتور عثمان، وكنا بنتمنى الفوز لنادي الزمالك، والحقيقه امبارح الزمالك قدر انه يحقق نتيجه ايجابيه ويفوز على سيراميكا كليوباترا باربع اهداف مقابل هدفين في ماتش عوده الزمالك للدوري بعد انتهاء ازمه الانسحاب من الدوري اللي عشنا فيها خلال الايام اللي فاتت. والف مبروك يا دكتور عثمان. الزمالك كمان يا سلمى وصل للنقطة 37 وارتقى من المركز العاشر للمركز الثامن في ترتيب الدوري العام بعد ما لعب 22 مباراة في الدوري حتى الآن، لكن هيتم خصم 3 نقاط في نهاية الدوري من الزمالك بسبب اعتذاره عن لقاء الأهلي وفقا للعقوبات اللي وقعتها رابطة الأندية على الفريق. المدير الفني للزمالك جوميز قال بعد الماتش ان الزمالك لم يخسر فرصة المنافسة على لقب الدوري حسابيا، عشان كده هيلعبوا بكل قوة في المباريات المتبقية. تعالوا نعرف اكتر عن عودة الزمالك وفوزه من الناقد الرياضي رامي بشاي. صباح الورد عليك. صباح الورد عليكم وعلى كل مشاهدينكم، ومبسوط خالص ان انا معاكم. اهلا، احنا اسعد. صباح الورد عليك. في البدايه كده يعني عايزين نعرف، شفت ازاي عوده الزمالك للدوري وتحقيقه للفوز في لقاء سيراميكا؟ طبعا كان الشارع الكروي او الشارع الرياضي بشكل عام ما كانش عنده اي كلام من خلال الايام اللي فاتت غير موقف اداره نادي الزمالك بعد القرارات الاخيره اللي كان اتخذتها الاداره وعدم لعب مباريات الدوري. رجع نادي الزمالك بعد اصدار بيان من مجلس الاداره، وفي ملخصه يعني ان كان في عده طلبات طلبها نادي الزمالك اتحقق منها جزء كبير، عشان كده نادي الزمالك رجع تاني المنافسات ورجع بغيابات كثيره. الحقيقه نادي الزمالك بيلعب امبارح غايب منه 11 او 13 لاعب، فكان الكل مش في افضل حاله من التفاؤل، ولكن نادي الزمالك حقق فوز مهم وظهور كمان باداء كويس قدام سيراميكا كليوباترا. وفي العادي يعني نادي الزمالك بلغه الشارع او بلغه الكوره كده كعبه عالي شويه على فريق سيراميكا، يعني فريق سيراميكا في تاريخ مواجهاتهم مع بعض ما فاز على الزمالك، لم يفوز على الزمالك قبل كده في اي مناسبه اذا كان في الدوري او اذا كان في اي بطوله ثانيه. صحيح. فنادي الزمالك بسهوله امبارح بالرغم من الغيابات وبالرغم من الظروف الكثيره اللي كان بيتعرض ليها الفريق والنادي بشكل عام قبل المباراه دي، نجح ان هو يحقق فوز. اكيد ما كانش فوز سهل لفريق سيراميكا طبعا، فريق بيضم عناصر مميزه جدا ومدرب كبير وبيضم كمان محترفين مميزين قوي، ولكن انتهت المباراه بفوز الزمالك 4-2 وثلاث نقط مهمين في مشوار الدوري. يمكن زي ما حضرتك بتقولي فكره التنافس على الدوري وفكره ان المدرب يبقى حريص ان هو يقول ان احنا لسه عندنا فرصه ان احنا ننافس على بطوله الدوري او ان احنا هنلعب لاخر لحظه، وده شيء كويس، ولكن نادي الزمالك بعيد شويه بالورقه وبالقلم وبالحسابات عن بطوله الدوري، ولكن هي فرصه كويسه ليه كمدرب او كجهاز فني انه يشوف اكبر عدد من اللعيبه اللي مش بتشارك، يشوف عدد من اللعيبه الناشئين ويبدا يشوف كل اللعيبه وبيقيم الفريق واللعيبه معاه بشكل كامل، تبقى فرصه كويسه للمباراه. عظيم. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي رامي بشاي.